أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاستمرار في دعم خطوات التطوير في القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي والمعززة لآفاق التنمية على الصعيد التجاري والسياحي، موجها سموه إلى مواصلة التنفيذ المتقن للاستراتيجيات والبرامج والخطط التنموية مع الاستمرار في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية وتبسيطها، بما يسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ورفض إسهام القطاعات التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية في التنويع الاقتصادي ودعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه اليوم برعاية الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية بمناسبة يوم الجمارك العالمي والذي يعقد تحت شعار عقد الشراكات الجديدة وتعزيز الشراكات التقليدية لتحقيق الأهداف. يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أملاء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله نادي ضباط الأمن العام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. السلام الوطني، سلام. قل وخلال الحفل تفضل سموه بتدشين مركز خدمة العملاء الافتراضي التابع لشؤون الجمارك والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1917، مما يجعلها من أقدم المؤسسات النظامية في مملكة البحرين. يتضمن المركز 7 قنوات للتواصل ويقدم 22 خدمة، مشيدا سموه بالأدوار الحيوية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مسارة التنمية، منوها بجهود كافة منتسبي الجمارك من الكوادر الوطنية والحرص الذي يمونه من أجل تحقيق التطلعات المنشودة لهذا الجهاز المهم كونه أحد أهم الخطوط الأمنية الأمامية للوطن. معربا سموه في هذا الصدد عن شكره لمعالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة وشؤون الجمارك على ما يوالون بذله من جهود مقدرة في تطوير الخدمات الجمركية ومواكبة التطورات والمستجدات في هذا الجانب. واطلع سموه على فيلم توضيحي حول تدشين الخطة الاستراتيجية لشؤون الجمارك للأعوام 2024-2027 والتي تواصل البناء على إعدادها على ما تحقق من إنجازات وبالذات النهج في المؤامة مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوجهات منظمة الجمارك العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما تم تقديم إيجاز لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حول مشروع لوحة القيادة والتي تمكن الإدارة العليا من تحليل المعلومات المتعلقة بالعمل مع استعراض مؤشرات الأداء بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. تلا ذلك إيجاز آخر عن مركز التخليص الجمركي الموحد والذي تم تفعيله قبل عام من الآن ويعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات جمركية إلكترونية تتعلق بمجالات التصدير والاستيراد وتوحيد الإجراءات في كافة المنافذ الجمركية. كما تطرق الإيجاز إلى مركز خدمة العملاء الافتراضي. إلى ذلك تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الهيئات تقديرا لدورهم وعطاء
أعطائهم في إطار مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. من جهتي أعرب معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على الاهتمام والرعاية التي يوليها جلالته لمختلف خطط وأعمال التطوير والتحديث بوزارة الداخلية في مختلف قطاعاتها، كما عبر معاليه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تشريف سموه ورعايته احتفالية وزارة الداخلية بيوم الجمارك العالمي، وما تفضل به سموه من إشادة وتقدير بجهود شؤون الجمارك والتي تعد خطا أساسيا من الخطوط الأمنية الأمامية، ويتمتع منتسبوها بالكفاءة والاحترافية، معربا عن تطلعه إلى تفعيل الاستراتيجية الجديدة والعمل بها في المرحلة القادمة من خلال مواصلة الجهد المستمر. أكد معالي الوزير على أهمية توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في حماية الحدود وتطوير القدرات الجمركية وتعزيز حركة السفر والتجارة من خلال تيسير الإجراءات واتباع أفضل الممارسات، معربا عن اعتزازه بدور جمارك البحرين في تقديم خدمات جمركية ذات كفاءة عالية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. في سياق المتصل ألقى معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك كلمة أكد فيها أن النموذج البحريني في مجال العمل الجمركي أصبح مثالا سباقا يحتذى به، انعكاسا لنهج صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العمل الجماعي بروح الفريق الواحد فريق البحرين الذي نفخر بالانتماء له، وكذلك حب التحدي وعشق الإنجاز والذي من خلاله أصبح العمل الجمركي في مملكة البحرين يتمتع بالقدر الكافي من المرونة المطلوبة والمقدرة على التكيف مع المتغيرات بشكل يسمح بالتفكير الإبداعي وتبني أساليب مبتكرة في سبيل محافظة الجمارك على دورها الأسمى، وهو تسهيل التجارة العالمية وضمان الأمن في بيئة سريعة التطور، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في الخطة الاستراتيجية المنصرمة 2021-2024 بلغت 97%. نتقدم بخالص التقدير والعرفان لمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس المجلس الوزراء الموقر على تشريفه لنا لحفل اليوم، وهو بمناسبة اليوم العالمي للجمارك للعام 2024. هذا التشريف يعني الكثير لكافة منتسبي شؤون الجمارك، وهذه المناسبة كان فيها فرصة لتدشين عدد من مشاريع اللي أتممناها في هذه الفترة، أهمها كان إطلاع صاحب السمو على الخطة الاستراتيجية لشؤون الجمارك المقبلة للأعوام 2024-2027، وكذلك تم تدشين أول مركز افتراضي حكومي لخدمة العملاء في مملكة البحرين تحت رعاية سموه الكريم، كما تم تقديم إيجاز عن أبرز منجزات الاستراتيجية الماضية اللي بينا فيها التحول الإلكتروني في شؤون الجمارك على كافة الأصعدة. لله الحمد اليوم في شؤون الجمارك ومع فريق العمل الموجود عندنا قدرنا أهمية المعلومات اللي نحصلها بشكل يومي من عمليات الاستيراد والتصدير، وأنشأنا لوحة قيادة وعاملين على إنشاء المرحلة الثانية من النظام الوطني للتخليص الجمركي، وكذلك استعراضنا ما نقدمه من خدمات لكافة العملاء في هذه المناسبة. تكريم اللي حصل المركز الوطني للأمن السبراني شجعنا لتوفير أعلى مستويات الخدمات الأمن السبراني للجهات الحكومية والقطاع الخاص. من أهم الخدمات الإلكترونية توفرها مملكة البحرين من حجم ناحية حجم التجارة، ومن مهم أن تكون الحماية بأعلى مستوى. فالمركز الوطني للأمن السبراني بتوجيه سيدي معالي وزير الداخلية وجه أن نوفر أعلى مستوى خدمات في الأمن السبراني لحماية خدمة الجمارك الجديدة اللي تم عرضها اليوم. عملت الهيئة مع الجمارك في مشروع أفق 3. النظام طبعا يربط جميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة لتقديم الخدمات الجمركية بطريقة جدا سهلة وسلسة. إن شاء الله راح يتم إطلاق النظام قريبا. كثير من الخدمات الآن تقريبا يعني معظم الخدمات موجودة بشكل إلكتروني، المدفوعات بنسبة 95%، وهذه نجاح كبير احنا نفخر أن نكون جزء منه. شكرا لاتصالك مركز الخدمة بشؤون الجمارك. منيرة معك، تفضل. عليكم السلام يا هلا. من معي؟ عفوا، معك أحمد. تفضل أخ أحمد، شلون دراسة عليك؟ بغيت دليل التعرفة الجمركية الموحد.
هذه الخدمة عليها رسوم، إذا حاب توصل أخ أحمد راح يوصل لك رابط الدفع. أي تمام، ما في مشكلة، أكا وصلني. مشكورة. حاضرين. بس شلون أقدر أحصل على الخدمة؟ بيوصلك ملف التعرف الجمركي الموحد عن طريق الهاتف. إيه تمام، أكي وصلت، مشكورة أختي. أي خدمة ثانية تعملنا عليها؟ مشكورة، ما قصرتي. إذا تسمح لنا أخ أحمد راح يوصلك رابط تقييم الخدمة. شكرا على اتصالك، حياك الله. هذه كانت خدمة من أصل عدة خدمات يقدمها المركز افتراضي بشؤون الجمارك، وذلك سعيا منا لتقديم أفضل الخدمات بصورة سهلة وسريعة لعملائنا. بإمكانكم التواصل معنا عبر القنوات الظاهرة على الشاشة.